قد يرتكب الإنسان أخطاء كثيرة، لكن يبقى الخطأ الأكبر هو عدم التعلم من الخطأ نفسه. حكيت بأحد الفيديوهات تحت عنوان لماذا يختفون كالأشباح أنه معنى كلمة الإنسان العاقل أي أنه مخلوق قادر على تكوين المفاهيم العقلية. وبإحدى المقالات يلي نشرتها مجلة Scientific American تحت عنوان The Most Invasive Species of All أنه سبب هيمنة الإنسان دون عن باقي المخلوقات، واحد القدرة على الصنع، اثنين القدرة على التعاون والتواصل مع أشخاص قد لا تمت فيهم أي صلة قرابة مطلقا، وقد نخوض مع الأشخاص تجارب كثيرة منها سعيدة وقد تكون مؤلمة. طبعا ببداية أي علاقة مع أي شخص كان ومهما كانت نوع العلاقة وخاصة الحب، نتغافل عن شيء صغير جدا ولكن بنفس الوقت ذو قيمة هائلة، أنه ببداية أي علاقة لا يعول على المشاعر مطلقا، الحب يبدأ عندما ينتهي الحماس. وبطلب وضع 660 خط تحت كلمة ببداية، ومن خلال هالسلسلة يلي حتكلم فيها عن الشخصية السايكوباث لحتعرف ليش، ويلي بدي أحكيه بشكل مفصل عن هالشخصية الشيطانية بكل ما تحويه الكلمة من معنى، أتوقع أنك لن تجد إله نظير بكل اليوتيوب العربي تقريبا. فيلي بطلبه منك إذا كنت ترى أني أستحق الدعم، تدعمني بلايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، بالإضافة لمشاركة هالسلسلة مع الأصدقاء لأن هذا الشيء بيفيدني جدا، بالإضافة إنك حتفيد غيرك. سلسلة التعريف بالسايكوباث بعنوان عندما يطرق الشيطان بابك. أنا آدم السالم، Outside Box. تابعونا. من هو السايكوباث؟ شخصية ضد المجتمع، ضد الناس، شيطان حقيقي مليء بالكره، الحقد، الحسد، لا شيء محرم عند السايكوباث. شخص فاحش ما عنده أي مشكلة تقريبا بممارسة الرذيلة مع أي كان، إذا كانت تحقق له مصلحة شخصية، يهوى ويعشق إيذاء وإتعاس الآخرين، استغلالي، يحب أن يذل الآخرين. هو أشبه بالزومبي أو مصاص الدماء من أفلام الخيال العلمي، لا يمتلك أي عطف، أي شفقة، وإذا أظهر أي نوع من الشفقة فقط من باب التمثيل الكاذب. شخص خطير جدا، وأنا بعني كل كلمة. هدف السايكوباث الأساسي هو أن تعلن الحرب على نفسك وببداية علاقتك فيه، إذا ما كنت عرفان مع مين عم تتعامل لح تشعر أنك عايش بربيع أبدي. رغم هيك حتى بهالفترة تظهر إليك إشارات استفهام هي بمثابة دق نواقيس الخطر ذات الطابع التحذيري الصادرة من أرواحنا، لكن 99% مننا يتجاهل هالإشارات، مو لأننا أغبياء أو أشخاص ساذجين، لا، ولكن على الأغلب كنا أشخاص غير محصنين ولا نمتلك المعرفة الكافية، مما أدى لسهولة انقضاض هذا المفترس علينا، بالإضافة لافتراض أننا نمتلك نقص وهذا الشخص هو الوحيد القادر على ملء هذا النقص. هلأ العجيب الغريب أن السايكوباث قادر على معرفة هذا الشعور والافتراض ومعرفة ما نحتاج إليه، وبعد هيك يبدأ بمنحك هالنواقص، والغاية هي خطة شيطانية خبيثة يبدأ ببنائها ليسيطر عليك سيطرة كاملة. بعد هالمقدمة بتوقع صار عند الجميع فكرة عن هدف السلسلة. لح تكون هالسلسلة مقسمة لعدة حلقات، نعرف من خلالها الحيل النفسية السوداء يلي يستخدمها السايكوباث للسيطرة عليك، وينطبق هذا طبعا على كلا الجنسين. كيف نعرف السايكوباث من أجل تجنبه؟ في حال قابلت هالشخصية المؤذية بالمستقبل أو إذا كنت في علاقة معها الآن. لح نتكلم عن المرأة السايكوباث، نروي قصص حقيقية عن أشخاص وقعوا ببراثن السايكوباث وكيفية التحرر من هالشخصية.
أيضا معالجة الأضرار النفسية يلي تتسبب لنا فيها العلاقة مع السايكوباث، بالإضافة أننا حنذكر سمات مطلقة، هن 5 سمات حقيقة لازم ويجب أن يتمتع فيها كل سايكوباث. كما أننا حنذكر السمات النسبية، وفقط بين قوسين رح نلاحظ سوا أنه في أي علاقة نحن فيها تظهر أحيانا تصرفات غريبة من الأشخاص المرتبطين فيهم تدفعك لقول عبارة لعمى لو كنت غريب ما كان تصرف معي بهالشكل. حنفصل فيها إن شاء الله. نرجع لموضوعنا، وحنحكي أيضا عن الفرق بين السايكوباث والسوسيوباث. حكيت قبل شوي أنه السايكوباث قادر على معرفة شعور النقص فينا، لذلك يمنحنا ما نحتاج، وعلى الأغلب أنه البعض صار يسأل كيف لشخص فارغ لا يمتلك ذرة عطف يدرك هالمشاعر. كمان حنجاوب على هذا السؤال، ولكن فقط رح أعطيك تلميحات. لكن قبل ما أعطيك هالتلميحات بطلب منك أنك تشوف هذا المشهد القصير. You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. Me, I don't have that problem. Me, I always tell the truth, even when I lie. So say good night to the bad guy. Come on. أي ممثل لما يقوم بدور ما لا يعكس شخصيته الحقيقية، إنما هو مجرد تمثيل يحاول القيام بأفضل أداء ليضمن تحقيق غايته من نجاح الفيلم أو المسلسل يلي عم يقدمه. هلأ السايكوباث تماما هيك، عنده قدرة غير طبيعية على تمثيل العواطف. أيضا حنحكي ما هدفه من كل هالتصرفات الشيطانية، وهل يمتلك السايكوباث خيار أو هو مجبور يكون هيك. في عدة أنواع من اضطرابات الشخصية يجب الحذر منها، وإذا قابلت هالأنواع بحياتك ابتعد فوراً، ولا تفكر لحظة واحدة أنه في أمل يتغير، انسى. من هون حابب أعطيكم تلميحات عنها حسب الأشياء يلي قرأتها والمعلومات يلي امتلكها. أولاً، اضطراب الشخصية النرجسية هو الشخص العابد لذاته، المعجب إعجاب استثنائي بنفسه وخاصة المظهر الخارجي. بتلاقيه 24 ساعة أمام المرآة، يمارس الرياضة لذلك يكون ذو شخصية جذابة من الخارج فقط، ولكن من الداخل عبارة عن فراغ مظلم هلامي. يمتلك شعور مبالغ فيه بالتفوق على الآخرين وعلى شو ما بعرف. يظهر في بداية العلاقة كمية هائلة من الحب والاهتمام، ولكن سرعان ما يختفي هذا الاهتمام. من الأخير النرجسي يعجز عن حب أي أحد إلا ذاته. ثانيا، الشخصية الهستيرية، شخص زائف فارغ مهتم اهتمام مبالغ فيه جدا بالأزياء والفاشن، محب للتميز للشهرة، وإذا أحب يظهر حب عنيف جدا جدا لدرجة مستعد يولع بنفسه لينور لك الطريق، ولكن فقط بالبدايات. شخص عجيب غريب، ويا ويلك ويا سواد ليلك إذا وجهت نقد ولو بسيط للهستيري، لأن هو الشخص المثالي يلي ما في منه. وإذا كان في دعوة إلى مكان لازم يكون بالصف الأول بكل وقاحة حتى لو أتى آخر الناس، عديم خجل عديم حياء. وإذا تم كشف الهستيري يصاب بأشياء عجيبة غريبة، مثل يتشنج، يصاب بالعمى الهستيري، يعمى تماما، يفقد حاسة الشم، يفقد حاسة الذوق، يفقد الحساسية الجلدية. وكل هالأمراض على بعضها لا علاقة لها تقريبا بشيء عضوي، ويمكن استعادتها بعد فترة من العلاج النفسي. وعنده هواية مفضلة جدا، بدي انتحر، على أي شيء بده ينتحر أخونا. طبعا كذاب، شكاك جدا،
كل العالم يتآمر ضده، وانبسط وانبسطي إذا كنت مرتبط بهيك شخصية. ثالثا، الشخصية الاضطهادية، شخص عاشق للجدالات، مدافع شرس عن آرائه لأن هو عطول الصح، متشبث فيها بشكل مقرف، متقن لعب دور الضحية، ما ممكن تفوز عليه بأي نقاش لأن عنده قدرة هائلة على جلب ملايين الحجج، يقيد حريتك، يجتاح مساحتك الشخصية، يشك بتحركاتك ويتبع تفاصيل حياتك تحت شعار الحب والخوف عليك، يسيء الظن بالناس، غيور جدا، حسود جدا، ما ممكن يتمنى الخير للآخرين، مهووس جدا بالشك، لا يعترف بوجود قلب طيب، قلب نقي، إنسان جيد، كل الناس عنده سيئين. رابعا، السايكوباث، وهو الشيطان الأكبر والأخطر على الإطلاق. فمثلا كل سايكوباث نرجسي، وليس كل نرجسي سايكوباث. هالشخصية هي موضوع هالسلسلة. طبعا في كمان من هالشخصيات المؤذية، بنصح الجميع بالاطلاع عليها، ولو حبيتوا ممكن اعمل احصاء لهالشخصيات وقدمها على شكل قائمة، ويلي بيبقى عليكم تبحثوا عنها بشكل شخصي. فاذا حابين مني اعمل هالقائمة اكتبولي بالتعليقات. طبعا بنهاية السلسلة لحقوم بوضع المصادر والأشخاص اللي استفدت منهم في بناء هالسلسلة، ولح أختم هالسلسلة في النهاية بفيديو عن الحب. طيب إذا كان بدنا نلخص كل هذا الفيديو بمقولة واحدة حكيتها وبرجع بعيدها، في بداية أي علاقة مهما كانت لا يعول على المشاعر مطلقا، الحب يبدأ عندما ينتهي الحماس، لأن ببداية أي علاقة لح نلاحظ وجود انجذاب قوي بين الطرفين، هذا ليس بحب، عبارة عن كيمياء بالدماغ، قاعدة باتباعها من 3 سنوات وعملت تغيير إيجابي وجذري في حياتي. لا تنسى تعمل لي لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك مني كل شيء جديد، وبطلب من الجميع مشاركة هالسلسلة عندما يطرق الشيطان بابك مع كل من تعرف حتى تعم الفائدة. أنا آدم السالم، Outside Box، نلتقي في الفيديو القادم. سلام.